معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع هاتفيا من مدينة إسطنبول دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بكم دكتور يحيى. إذا برأيكم ما أسباب هذه الاعتقالات بالجملة وفي هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني مع شديد الأسف هذه المناطق يمارس عليها ضغط كبير جدا، وهذا الضغط الكبير يعني تتنوع أشكاله، ولكن كله يصب في عملية تدمير هذا الإنسان في هذه المناطق. يعني البيان كان واضحا أن عملية الاعتقال التي حصلت لهؤلاء سبق أن اعتقلوا وسبق أن القضاء برأ ساحتهم، وبالتالي يعاد اعتقالهم مرة ثانية، وحتى لو خرجوا اعتقلوا مرة ثالثة. هذه العملية هي عملية استفزازية، عملية ابتزازية لهؤلاء المواطنين. هؤلاء بعد أن دمرت مدنهم وسجن أبنائهم ومغيب الآخرين، إلى الآن معاناتهم تزداد يوما بعد يوم. مع شديد الأسف يعني هذه الأجهزة الأمنية تجاوزت الأخلاقيات كلها، الأخلاقيات المهنية والأخلاقيات العرفية وغيرها، حيث تقوم هذه يعني ليس من وظيفتها أن تتهم الناس جزافا وأن تعتقل الناس جزافا ثم بعد ذلك تعرضهم على الفضائيات كمتهمين. يعني في كل العالم لا يحصل هذا. السلطة التنفيذية ليس من صلاحيتها إدانة الأشخاص أو توجيه التهم لهم، صلاحيتها هي القبض على هؤلاء بمذكرات رسمية أصولية تخرج من القضاء، لكن مع شديد الأسف لا يوجد قضاء يحترم نفسه ولا يوجد جهة قضائية تحترم نفسها، لأن هذه الممارسات هي خلاف للقانون. الأصل في القاعدة القانونية أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. مع شديد الأسف هذه القوات تعتبر كل متهم هو مجرم حتى تثبت براءته، وتقوم بعرضه على شاشات التلفاز وغيره كمتهم وكمجرم. هذا يشكل عامل ضغط حتى على القضاة. يعني القاضي عندما يرى هذا المتهم وهو يعترف قسريا وعليه آثار الضرب وآثار التعذيب وآثار حتى التلقين، ثم بعد ذلك ماذا سيفعل القاضي؟ سيكون مجبر على أن يتخذ قرار إدانة بحق هذا البريء. المشكلة أنه هذا البريء حتى بعد أن يخرج ما هو موقفه أمام عائلته، أمام مجتمعه، أمام بيئته، أمام حاضنته؟ هنا يعني يأتي دور القضاء دكتور يحيى في استقصاء الحقائق. يعني المعتقلون كانوا كما ذكرت قد اعتقلوا من قبل وأثبتت براءتهم كما ذكر أيضا بيان الهيئة. بأي سند قانوني إذن أعيد اعتقالهم، وأين دور القضاء الحقيقي في هذا المجال؟ لا يوجد أي سند قانوني. هذه الاعتقالات الكل يعلم هي يعني اعتقالات عشوائية، ثم تتم ماذا تريد هذه القوات؟ تريد أن تبرز أنها تعمل، لكن هذا ليس عمل حقيقي. هذه الجهات ليس من صلاحيتها اتهام الناس، ليس من صلاحيتها القبض عليهم. المشكلة القضاء ضعيف، وليس ضعيف، وإنما القضاء أصبح مسيس يخدم هذه القضايا. لو كان هناك قضاء عادلا وقضاء حقيقيا لا يسمح بانتزاع الاعترافات بالتعذيب وعرضهم، هؤلاء يتهمون ويعرضون على التلفاز ولن يتم التحقيق الابتدائي معهم. في كل العالم لا يوجد هكذا قانون. يعني استمرار الحكومة بسياسة العقاب الجماعي، ما تأثيره في الوضع من تلك المدن التي عانت الحرب؟ وأين من يمثل هذه المدن برلمانيا؟ جزء من سياسة الحكومة، جزء من سياسة الحكومة، وجزء من أجل تدمير هذه المناطق ومن أجل تدمير هذه الحاضنات ككل. أما من يمثلهم فهؤلاء امتلأت جيوبهم وانتفخت أوداجهم من أموال السحت، لا يعيرون بالا لهؤلاء المواطنين الذين هم تربعوا على هذه الأماكن بفضل أصواتهم، لكن هؤلاء لا يستطيعوا أن يدفعوا شرا عنهم ولا يستطيعوا أن يجلبوا لهم خيرا. وعندما تأتي الانتخابات يقول نحن من أجلكم، من أجل أن نرفع صوتكم، من أجل أن نرفع الحيف عنكم، من أجل أن نرفع الظلم عنكم، لكن هؤلاء يزدادون يعني أحوالهم تزداد سوءا يوما بعد يوم، ويزداد الظلم الذي يقع عليهم يوما بعد يوم، ويزداد الجرى الذي يقع عليهم يوما بعد يوم. وبالتالي هؤلاء وصلوا إلى مرحلة يعني لا تطاق من ما يمارس عليهم من إجرام حقيقي في مختلف صور ومختلف الأشكال.
شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.